السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله بإذن الله هنخش المطبخ مع بعض نعمل العيش باللحمة حبايب قلبي بكل حركاته وكل تكاته. بسم الله ما شاء الله، شايفين عامل ازاي حبايب قلبي؟ بصوا طار ازاي، بصوا خاصة ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. حبايب قلبي جربوا طريقتي وتعجبكم والفيديو نال اعجابكم، اللي مشتركش في القناة يشترك، واللي مفعلش زر الجرس يفعله عشان يوصله مني كل جديد، وتحط اللايكات الجميلة اللي بتشجعني اعمل لكم كل جديد. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ربنا محمد رسول الله. حبايبي قبل ما نخش في مكونات الفيديو بتاعنا، يا ريت ما ننساش اخواتنا في غزة وفي الصين وفي رفح وفي لبنان، ندعي لهم عن ظهر غيب يا رب يفك كربهم ويشفي مرضاهم ومرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، ويرحم امواتهم وامواتنا وأموات المسلمين اجمعين. الا ان نصر الله قريب، يا رب ينصرهم نصر عزيز المقتدر، يتعجب منه اهل السماء والارض ويترعمهم من جوع امنهم من خوف. اللهم امين يا رب العالمين، اللهم انك سميع المجيب، يا رب يتقبل منا ومنكم من سائر المسلمين اجمعين يا رب، يجعل دعانا من حظهم ومن نصيبهم ان شاء الله، ويجعل دعانا مستجاب ليهم، اللهم امين. دعوه 40 غريب حبايب قلبي مستجابه ان شاء الله، وربنا يصلح حالنا جميعا ويدينا ويرضينا كلنا ويكفينا شر اللي نتقوا شره، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده حبايب قلبي جينا هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه مختلفه. ان احنا هنعمل ايه يا حبايبي؟ هنعمله عيش باللحمه، تمام كده. مقدار اللحمه بقى اللي انت عايزه تعمليه دي حاجه حريه شخصيه. انا عندي ربع كيلو لحمه زي ما انتم شايفين كده، هحط عليه بصلتين، تمام كده، ومعايا شبت وبقدونس، ما بحطش كزبره حبايبي، تمام. مسكتها، نقيت حزمتين الشبت، حزمه الشبت وحزمه البقدونس، وصلتها غسله حلوه، ودينا احنا حط عليهم ميه وحط عليهم خل، تمام. معايا مكعب من الخميره حليته بحبه ميه وسكر، معلقتين سكر، تمام كده. هنا على معايا نص كيلو من الدقيق، حطيت عليه معلقه بيكنج باودر وذره ملح وحبه سكر صغيرين، تمام كده، تمام كده. معايا ميه دافيه للعجن، تمام حبايب قلبي. كده هنسمي الله وهنبدا نعمل ايه؟ هنبدا ندخل البيكنج باودر والملح وحبه السكر اللي احنا حطيناهم في ايه، في الدقيق بتاعنا، عشان يبقى كله مختلط مع بعضه، مفيش حته تبقى ما فيهاش ملح وحته يبقى فيها، او حته فيها سكر وحته لا، كده يبقى احنا ايه ماشيين تمام، تمام كده. هنحتاجوا ايه يا حبايب قلبي كمان؟ هنحتاجوا زيت وحبه خل صغيرين، تمام، زي ما انتم شايفين كده. هنبدا بقى نعمل ايه؟ هجيب حبه خل، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه خل صغير، تمام، وهنحط كمان الخميرة، تمام كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نحط شوية مية دافيين مكان الخميرة وهننزل بيهم على الدقيق، ونسمي الله ونبدأ ان احنا ايه، ليه بنعجن بمية دافية حبايب قلبي؟ عشان خاطر العجينة تتفاعل مع الخميرة، تتفاعل معانا، تمام كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم حبايبي ويصلح حالي وحالكم. عجينه حبايب قلبي، لما اجي احط ال الايدام هوريها لكم، خليكم معايا. بصوا حبايب قلبي بقت العجينه لسه ايه مشبطه في ايدي كده، بس كده بالنسبه لي العجينه كده تمام. حطيت معلقتين من الزيت حبايب قلبي، وهنبدا ان احنا ايه نخلطهم مع العجين. هتبص تلاقي ايدك بقت زي الفل والعجينه طلعت معاك، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، حاجه كده فخر من الاخر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. كده زي ما انتم شايفين حبايب قلبي الرغيف بقى بكام بره حبايبي؟ طب على ايه؟ احنا نعمله في البيت وانضف واحسن. كده زي ما انتم شايفين نفضل معاها لحد ما تسيب ايدينا خالص، بعد كده ان شاء الله لما نخلصوها هنحطها في ايه، في حته تختمر، نغطيها وتختمر، تمام. بصوا سابت ايدي ازاي، ولسه كل ما هنسلك كده من ايدينا العجين ونعجن فيها كل ما هتدينا نتيجه ان شاء الله اللي هترضينا، تمام. ما شاء الله حبايب قلبي حاجه كده بجد، كيف ان انت اللي عامله الحاجه في البيت، ضامنه انت عامله الحاجه واصله الخضره،
ومنقياها، مش كل الحاجة محطوطة بره على بعضها، ولا احنا عارفين استنى الحاجة مغسولة ولا مش مغسولة. وربنا يرحمنا برحمته في نشر الأمراض، كفاية اللي احنا فيه الحمد لله عليه. الحمد لله كده زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى، شايفين اهي، شايفين ايديا قلبتها بس شوية حبيبي وارجع معاك تاني. بص حبيب قلبي كده العجينة بقى حطينا ايه، حطيت نقطة زيت صغيرة في الارضية وحطيت العجينة كده ان شاء الله هغطيها، ولما تختمر ارجع اشتغل فيها حبيبي. بس ما ياريت ما تنسونيش في اللايكات اللي بتشجعني اعمل لكم كل جديد، ما تنسونيش تذكروا الله وتصلوا على رسول الله وتقول لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. كده ان شاء الله باذن الله كل حاجة سهلة وبسيطة. خليكم معايا حبايب قلبي، اول ما ارجع اشتغل فيها ان شاء الله هتبقوا معايا. خليكم معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي، رجعت معاكم بعد ما العجين اختمر زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله ملا البوله اللي احنا عاجنين فيها. وطبعا عملت حبايب قلبي خربت البصل، انا ما بحبش ابشره حبايب قلبي، لان البصله لما بتبقى مبشوره بتخلي الرغيف يبقى طري، تمام كده، بتنزل الميه بتاعتها في قلب الرغيف. طب وعلى ايه احنا نخرطها؟ افضل حبايب قلبي صغير كده، وخرطت الشبت والبقدونس شطفتهم من الميه بخل وحطيت عليهم ملح وفلفل اسمر، تمام كده، وعملت ودعكتهم في قلب بعض كلهم، الملأ الخضره مع البصل، وبعد كده رحت حاطه عليهم اللحمه المفرومه والملح والفلفل ودعكتهم في قلب بعض، وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. كده باذن الله هنعمل ايه، هنرجع ده كده لورا وهنجيب الصاج حبايب قلبي عشان هندهنوه الاول زيت، تمام كده زي ما انتم شايفين كده. انا بدهن الصاج ايه زيت، بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله. اللهم صل على النبي الله اكبر كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي الله اكبر. ابدا في العجينه حبايبي وارجع معاكم تاني، خليكم معايا. بص حبايب قلبي انا كده قرصتهم زي ما انتم شايفين كده، كده باذن الله بقى هندهن الصينيه زيت وان شاء الله نبدا نشتغل مع بعض. يا رب ان شاء الله الطريقه بتاعتي تعجبكم حبايب قلبي، وبيبقى احلى حواوشي وانضف كتير من اللي بيتجاب من بره، وبره الرغيف بقى غالي جدا حبايب قلبي وما بيبقاش بنفس الطعم اللي احنا عاملينه، بيبقوا حاطين فيه شغط وحاطين فيه حاجات ودهنه وحاجات مش نظيفه. فاحنا وعلى ايه احنا نجيب الحاجه انضف، لما تجيبي حته اللحمه من عند الجزار وتقولوا لي افرمها لي بتجيبيها سليمه وهو يفرمها قدامك، بتبقي ضامنه اللحمه، تضمن ربنا طبعا بتبقي ضامنه اللحمه انها حاجه كويسه، تمام كده حبايب قلبي. كده ان شاء الله باذن الله اول ما اشتغل هتبقوا معايا، خليكم معايا. بص حبايب قلبي فتحت بايدي كده العجين، تمام، وناخد كده كده كده، تمام، ونبدا بقى نعمل ايه، نتني كده من الحروف. الرغيف بيبقى مليان زي ما انتم شايفين كده، وترجع على جوه كده بتقفلي عشان اللحمه لما نشيله ونحطه في الصاج ما تطلعش من بره، تمام. وكل ما بترققي العجينه حبايب قلبي كل ما بتديكي النتيجه نفس اللي بره واحسن كمان، تمام كده. كده قفلت اهو زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي الله اكبر. كده هنروح بقى على الصاج، خليكم معايا. بص حبايب قلبي كده في الصاج كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله، اللهم صل على النبي، حاجه ايه، حاجه روعه من امينه كده زي ما انتم شايفين. اهم حاجه ان احنا نقفله تقفيل كويس زي ما انتم شايفين كده. عايزه بقى دي حريه شخصيه، عايزه تدهني الوش بحبه البرقه والسمسم زي اللي بيجي من بره، تمام، عايزه تدهنيه سمسم بس، تمام، عايزه تحطي حبه البركه بس برده، تمام، اللي عايزه تسيبي ساده كده مفيش مشكله. الحاجه اللي انت شايفه ان ولادك هياكلوها زي بره اعمليها، تمام كده. اخلص الكميه وارجع معاكم تاني حبايبي. كده خلصنا كميه العيش باللحمه، بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، الله اكبر. عشان نروح نجيبهم من بره حبايب قلبي، الرغيف الواحد بص من نص كيلو دقيق وربع كيلو لحمه عملنا قد ايه، تمام. عشان نروح نجيب رغيف زي دوت من بره حبايب قلبي، وحطيت له قيمه غذائيه كمان سمسم، تمام. عندك حبه البركه عايزه تحطي حطي، مش عايزه دي حريه شخصيه، بس هو بيتباع كده في المحلات، تمام كده. ان شاء الله يا رب باذن الله اكون فعلا قدرت اوصل معلومه واكون استفدت مني. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. ما تنسونيش في اللايكات الجميله اللي بتشجعني اعمل لكم كل جديد حبايبي. يدخل الفرن ان شاء الله، انا ولعت الفرن، يدخل الفرن ان شاء الله، ولما يطلع من الفرن باذن الله هوريه لكم، خليكم معايا.
رجعت معاكم بعد ما سوينا العيش باللحمه زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بصوا طار ازاي، بصوا زي الخاصه، شايف عامل ايه، شايفين عامل ازاي العيش، ما شاء الله، اللهم صل على النبي. مش قادره اقول لكم على ريحته بقى ولا طعمه، حاجه كده تحفه تحفه بجد. ان شاء الله تجربوا طريقتي وتعجبكم، والفيديو لو اعجبكم، لو الفيديو عجبكم حط اللايك، اللي ما اشتركش في القناه يشترك، واللي ما ينفعش يزيد الجرس يفعل عشان يوصله مني كل جديد. ما تنسوش يا حبايب قلبي تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تذكروا لا لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. حطوا اللايك يا حبايبي، حطوا اللايك. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.